كانت الرسالة المصرية في المسار السياسي حل الدولتين، السلام العادل الشامل. ما هو السلام العادل والشامل؟ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه وفقا للمرجعات الدولية، قرار 242 مجلس السلام، كل القوانين والمرجعات الدولية. وليس السلام على الطريقة الإسرائيلية. إسرائيل تتبنى السلام على طريقتها، مجرد دولة فلسطينية كانتونات في الضفة وغزة، استبعاد القدس، منزوعة السلاح، يعني تكون فقط على المساعدات. وتبنت أمريكا هذه النظرية، وبالتالي كل مشروعات السلام كمان في سياستها الاستيطانية يعني. هو طبعا أمر الواقع، كل مشروعات السلام كلها تحطمت بسبب هذا التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي. فمصر تقول أصل المشكلة ستستمر هذه المواجهات، هذه الموجة وهذه الدورة وهذه الحلقة من المواجهات، طبعا الأكثر عنفا والأكثر دموية، لكنها لن تكون الأخيرة، كمان لن تكون البداية. طالما استمر الاحتلال، طالما استمر المرض، ستتصرم هذه الأعراض. وكانت الرسالة المصرية واضحة، لابد من حل الدولتين، لابد من علاج شامل جذري، وبالتالي التحرك المصري على المستوى الإنساني، المستوى العسكري والأمني، والمستوى السياسي. وبدأت الجهود المصرية حقيقة الآن في إعادة على الأقل يعني إعادة رسم خريطة التفاعلات. كان هناك انحياز كامل، تيار متشدد. مصر استطاعت ما تسمى بلورة تيار الاعتدال، الاحتواء، التهدئة، الاستقرار. تقدم خطاب متحضر، يعني الحاز الإنسانية، حاز الضمير الإنساني. تقدم خطاب السلام الاستقرار، وليس خطاب التصعيد، لأن ما تكون بإسرائيل حتى لو قتلت آلاف آلاف الفلسطينيين لن يحقق لها الأمن والاستقرار. يعني بمعنى آخر، منطق الحرب والتصعيد لن يجد. وهنا كانت الخطاب المصري والدور المصري في أخذ زمام المبادرة، تحركت على الأرض الواقع. أمس فقط يعني كان هناك المجموعة العربية والوزير سامح شكري ويحاولون يعني التأكيد أمام الأمم المتحدة بتشخيص هذه المشكلة. يعني مصر وضعت خريطة طريق، إذا أردت حل هذا الصراع من جذوره، وقف هذا التصعيد، وقف القتال، تخفيف المعاناة، ثم العمل لحل الدولتين. هي عظيم. منظومة واضحة متكاملة. ولذلك نقول أن قمة القاهرة للسلام شكلت خريطة طريق واضحة للعالم، وبدأ المنطق أو التيار التصعيدي في العالم الذي تقوده إسرائيل ومعها الجولة الغربية بهذا الانحياز الأعمى والدول الأوروبية، وهناك أطراف إقليمية أيضا تدخل على الخط، توظف هذا معروفة، تحاول توظف هذه الحرب لإشعال المنطقة. هذا التيار كان التيار المضاد له والكابح له، هو التيار الذي مثلته مصر في تقديم خطاب اعتدالي. ولذلك بدأنا الآن نتحدث، الآن بدأ يعني النبرة تتغير، تأكيد على الجانب الإنساني، على وقف التهدئة، عدم توسيع الحرب، وكل هذا نتيجة الجهود المصرية والدور الذي لعبه الرئيس السيسي في قمة القاهرة وفي اتصالاته مع كل قادة العالم. عظيم.